هذا رقم 3 التيار المحدث الانديوسيد كيورنت التيار المحدث. خذينا بالمحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية خذينا قوة في شحنة موجبة وقوة في شحنة سالبة وخذيناها بالتفاصيل. خذينا قانون الفيض المغناطيسي يساوينا فاي المجال المغناطيسي بي في المساحة كوساي ثيتا. خذيناه فقط قانون ما خذينا مثال علي. بالمحاضرة رقم 3 بنعطيك مثال علي الآن حله. Example 1 مثال الأول معطيك مساحة 40 سنتيمتر مربع، معطيك مجال مغناطيسي 3 تسلا، ومعطيك زوايا معينة 0 90 60 وطالب الفلاكس الفيض المغناطيسي. نكتب القانون والمعطيات ونجاوب. معطيني المساحة 40 سنتيمتر مربع ونعطيني المجال المغناطيسي 3 تسلا وطالب الفيض المغناطيسي متشول ومطين الزوايا يعني الـ A الزاوية 0 درجة و B الزاوية 90 درجة و C الزاوية 60 درجة مجموعة من زوايا ومطيني المساحة ومطيني مجال مغناطيسي وطالب الفيض. أول نقطة أكتب قانون الفيض فاي يساوينا بي اي كوساين ثيتا. أوكي لو تلاحظ أن المساحة مطينيها بالسنتيمتر مربع أحول المتر مربع فتتحول تصير 40 في 10 سالب 4 متر مربع سالب 4 متر مربع. ليه سالب 4؟ لأن السنتيمتر هو سالب 2 تربيع سالب 4 عند ضرب تجمع له صفر فصير سالب 4 متر مربع. تسلا مطن ياها إذا البي يساوينا 3 تسلا في مساحة يطنيها 40 في 10 سالب 4 40 في 10 سالب 4 في كوساين أول زاوية هذا مطلب A أول زاوية مطينيها 0 درجة إذا كوساين 0 فاي يساوينا 3 في 4 12 12 والصفر ينزل 120 في 10 سالب 4 في كوساين 0 1 إذا الفاي يساوينا 120 في 10 سالب 4 وحدة قياس الفيض ويف. هذا المطلب A. نجعل المطلب B يساوينا فاي يساوي BA كوساين ثيتا ويساوي البي جد عندي 3 في مساحة 40 في 10 سالب 4 في كوساين الثيتا المطلب بي يعدي 90 درجة كوساين 90 كوساين 90 درجة الفاي يساوي 3 في 4 12 120 في 10 سالب 4 كوساين 90 0 ما طول كوساين 90 0 اذا 0 في اي قيمة 0 اذا الفاي يساوي 0 ويب 0 ويب لان وحدة القياس شنو الفيض هو الويب. ليه 0؟ لان كوساين 90 0 0 نضربت في 40 نضربت في 30 فقط 0. اوكي هسه نيجي على السي الزاوية 60 درجة ايضا نقول فاي يساوي لنا بي اي كوساين ثيتا البي جي عندي 3 في الاي المساحة 40 في 10 سالب 4 في كوساين دي قد مطنياها السي عفوا 60 درجة كوساين 60 ثيتا الفاي يساوي 3 في 4 12 الصفر ينزل 120 في
في 10 سالب 4 في كوساين 60 هو 1 على 2 يعني قد 0.5 0.5 إذن الفاي يساوي لنا 60 يطلع لنا 60 في 10 سالب 4 وحدة قياسها الويب وحدة قياسها الويب. هذا مثال يخص القانون الفاي يساوي بي في اي كوساين ثيتا. هسه نجي على قانون فاراداي قانون فاراداي. قانون فاراداي شو يقول؟ يقول الاي قوة دافع الكهربائية المحدثة الاي او مرات يكتبوها اي ام في قوة دافع الكهربائية او مرات يكتبوها اي نفس الشيء يساوي لنا سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. هسه نعرف شنو القانون الاي نعرفه قوة دافع الكهربائية. الان شنو الان معناها لفات او عدد اللفات تورنس تنكتب بالانجليزي تورنس تي ار ان اس معناها لفات عدد اللفات ان الفاي نعرف الفيض والتي الزمن. هنا شنو السالب هنا السالب تدل على ان القطبيه معاكسه السالب تدل على ان القوه دافع الكهرباء القطبيه معاكسه أو تدل على التغير الحاصل بها يعني التغير الذي يحصل بها إشارة سالبة معاكسة التغير الذي يحصل بها. إذن الإشارة السالبة وضعت وذلك لمعاكسة القطبية وضعت الإشارة السالبة لمعاكسة القطبية لذلك نشوف القوة الدافعة الكهربائية المحدثة في إشارة سالبة. هذا قانون القوة الدافعة الكهربائية المحدثة حسب قانون فاراداي. هسه نجي ناخذ مثال أنا أعطيك 2000 تونس يعني 2000 لفة مطيق أريا المساحة 30 سنتيمتر مربع وقايل لك 0.03 سكن مطيق التايم الزمن what is they what is they induced يعني EMV EMV هي القوة الدافعة الكهربائية المحدثة يعني طالب القوة الدافعة الكهربائية المحدثة كونستت عند البي المجال المغناطيسي الثابت قد 4 ملي تسلا مطيق اللي يريد القوة الدافعة الكهربائية في مجال المغناطيسي 4 ملي تسلا. نكتب المعطيات ونجاوب مطيني عدد لفات قلنا نرمز له برمز N يساوي نجد 200 ومطيني مساحة 30 سنتيمتر مربع 30 سنتيمتر مربع وقلنا السنتيمتر يتحول إلى المتر معطون مربع ترى في 10 سالب 4 إذن 30 في 10 سالب 4 أوكي ومطيني الزمن تايم 0.03 سكن معطيني المجال المغناطيسي يساويني 4 ملي تسلا يتحول الملي تنضرب في 10 سالب 3 تسلا وطالب الـ EMV الـ EMV هي القوة الدافعة الكهربائية المحدثة. شنو قانونها؟ E يساوينا في ترمز لها هذا الرمز EMF أو E نفس الشيء يساوينا سالب N دلتا V على دلتا T هذا القانون دلتا V على دلتا T. الآن عندي عدد لفات أوكي. الزمن عندي الفيض ما عندي بس مطيني مجال مغناطيسي ومطيني مساحة أطلع الفيض من خلال المجال المغناطيسي والمساحة. الساعة أخذنا قانون قلنا الفاي يساوينا بي اي كوساين ثيتا حليناه وخذنا عليه شنو أمثلة أوكي زين. إذا أريد البي البي يساوينا دلتا فاي على دلتا اي بدون زاوية دلتا فاي على دلتا تي اي هذا شو هو البي اوكي هو البي مطيني 4 تسلا طالب الفاي شو اقول اقول دلتا فاي يساويني بي احس عملية ضرب بي في دلتا اي اوكي البي المجال المغناطيسي مطيني 4 في 10 سالب 3 تسلا 4 في 10 سالب 3 في
المساحة اليوم معطيني إياها 30 × 10^4، 30 × 10^4. أوكي، إذن دلتا فاي يساوين 4 × 3 = 12، 100 وصفر ينزل 120 في 10 سالب 3 بسالب 4 سالب 7. إشارات مشابهة تجمع. وحدة قياس الفيض هي الويب. أوكي، إذا طلعنا الفيض ما طول طلعنا الفيض، إذا القانون صار متكامل نجاوب. إذا الـ E ورايتها سالب N دلتا Y على دلتا T. شوف شلون سويت لك إياها، خليت الـ N بالبسط على مود شنو، على مود لا تختصر المقام وهي الـ N، البسط عفوا وهي الـ N. من تختصر راح صارت خطأ، يعني هذا مضروب فيه. فتش تسوي؟ سوي عملية كسر وتضرب الـ N في دلتا Y على مود لا، على مود شنو لا تخطأ بالأرقام. فسالب الآن إيش قد عندي؟ 200 في دلتا فاي قد طلعتها 120 × 10^7، 120 × 10^7. أوكي، والزمن مطينية 0.03 الإي يساوي لنا عملية قسمة بالحاسبة تطلع لك سالب 0.08 وحدة قياسها فولت، وحدة قياسها فولت. تأخذ الإشارة السالبة تدي على القطبية معاكسة. إذا طلعنا ناتج القوة الدافعة الكهربائية المحتثل E، أو قلنا الـ E M V نفس الشيء. أوكي، المثال السعر خذيناه، لكن المطلب يختلف. أيضا مطيني 200 تورنس، مطيني لفة الياريا، مطيني على المساحة اليد 0.003 سنتيمتر مربع، ونعطيني التايم الزمن 0.005 سكن، ومطيني الكونستنت الإي إن في، مطيني قوة دافعة كهربائية سالب 0.0775 فولت، فان ذا بي يعني طالب المجال المغناطيسي. فتلاحظ بالمثال السابق، لا بالعكس، مطيني المجال المغناطيسي وطالب القوة الدافعة الكهربائية المحتثة. هسه لا، مطيني القوة الدافعة الكهربائية المحتثة وطالب المجال المغناطيسي. نكتب المعطيات ونجاوب. نعطيني الان جيد 200 لفة، ونعطيني المساحة جيد المساحة مطينية 0.0030 سنتيمتر مربع، وقلنا سنتيمتر مربع يتحول يضرب في 10^4، يعني يد يصير، يعني يصير 0.0033 × 10^4، وحدة قياس المساحة ومتر مربع، وحدة قياس المساحة متر شو مربع. ونعطين الزمن تايم جد 0.0005 سكن، ونعطين الـ EMV يعني القوة الدافعة الكهربائية المحتثية، مطينية لنا سالب 0.075 فولت، وطالب الـ B المجال المغناطيسي طالب. أنا شنو عند قانون يربط بين القوة الدافعة الكهربائية المحتثة والعدد لفات الملف والزمن؟ قانون فاراداي يقول سالب N دلتا Y على دلتا T. هنا خليت الـ N بالبسط أفضل لك، أو تقدر تخليها هنا، بس أنت راح تضربها أول، ترى راح تضربها. الـ E عندي والـ N عندي، الفاي ما عندي، الزبر مطني، أطلع الفاي مجهول واحد يطلع. إذن سالب 0.075 قوة دافع مطنية سالب الـ N عدد لفات جيد 200 في دلتا فاي مجهول هو رايده، هو ما طالب، طالب البي، بس أنا لازم أحتاج الفاي طلعه. دلتا تي جيد مطنية 0.005 سالب 0.075 يساوي سالب 200 تقسيم 0.005 يطلع لنا بالحاسبة سالب 4 في
في 10 أس 5 أس 5 أس 5 دلتا فاي. أنا أريد دلتا فاي وين مجهول بالمقام؟ إذن دلتا فاي يساوي لنا سالب 4 في 10 أس 5 على سالب 0.075. فالفيض راح يساوي لنا 0.018 في 10 سالب 5 ويب. اوكي، لو تلاحظ صارت موجب الفيض المغناطيسي اشارته موجب ومو سالب، لانه ما يعاكس الحركه، بينما القوات يعاكس الحركه، القوه الدافعه الكهربائيه يعاكس الحركه. طلعنا الفيض. هسه شنو اريد البي؟ انا اعرف ان البي قانونه يساوي لنا دلتا فاي، خذيناه بالمساحه على دلتا اي. اوكي، دلتا فاي عد الفيض، طلعت الجد 0.018 في 10 سالب 5، والدلتا اي جد المساحه طلعتها 0.003 في 10 سالب 4، 0.003 في 10 سالب 4. اذا البي المجال المغناطيسي يساوي لنا، نقسم هذا المقدار يطلع لنا 6 في 10 سالب 1. اذا البي يساوي لنا 6 في 10 سالب 1 يعني 0، يعني 6 بالعشرة 0.6 تسلا. طلعنا البي والطالب. اوكي، هسه نكمل قانون فاراداي، نجي على قانون لينز. لينز لو قانون لينز، ناس استخدموا قانون لينز لكي يحددون اتجاه التيار، يحددون اتجاه التيار، استخدموا قانون لينز. قانون لينز يستخدم حسب قاعدة الكف اليمنى، حسب قاعدة الكف اليمنى. لو تلاحظون بالمحاضرة الأولى نستخدم قاعدة الكف اليمنى، قلنا الإبهام يشير إلى السرعة والأصابع تشير إلى المجال المغناطيسي. أوكي، هنا لا، الإبهام راح يشير إلى القطب الشمالي النورث، والأصابع تشير إلى اتجاه التيار. يعني الأصابع وين تتجه؟ يمين اتجاه التيار نحو اليمين، يسار نحو اليسار، أعلى أسفل حسب الأصابع وين تشير يكون اتجاه التيار. هسه ناخذ مثال ونشوف. عندنا هذا المثال، قال لك using Lenz law to determine direction induced current، يعني باستخدام قانون لينز حدد اتجاه التيار المحدث. هذا التيار المحدث حدد اتجاه التيار المحدث اللي هو هنا اقتراب، في حالة الاقتراب هنا يعطي قطب مغناطيسي بلحظة الاقتراب، النورث شمال، يا الأقرب للمغناطيس النورث، نكتب هنا نورث N، والطرف الثاني الأبعد ساوث هو الجنوب. أوكي، حسب قاعدة لينز أو حسب قانون لينز، هو قانون لينز يحدد بقاعدة كف اليمنى. كف اليمنى راح نستخدم، ما نستخدم كف اليسرى بس كف اليمنى. كف اليمنى اللي قلنا قاعدة كف اليمنى تكتب ملاحظات يمك، ملاحظات يمك لتحديد، لتحديد اتجاه التيار، نتبع خطوات قاعدة أو قانون لينز حسب قاعدة الكيف اليمنى. رايت رايت هاند، حسب قاعدة الكيف اليمنى. أول خطوة شنو؟ الإبهام يشير إلى القطب الشمالي، الإبهام يشير إلى القطب الشمالي هو النورث، الإبهام يشير إلى القطب الشمالي. النقطة الثانية، الأصابع تشير إلى اتجاه التيار. أوكي، الإبهام يشير إلى القطب الشمالي النورث، والأصابع تشير إلى اتجاه التيار لكي نحدد شنو هو اتجاه التيار. أوكي، نجي على المثال هسه، حددنا النورث والسوتش، هاي الإيد اليمنى كف اليمنى، الإبهام يشير إلى النورث القطب الشمالي، هذا النورث يشير إلى القطب الشمالي، والأصابع تشير إلى اتجاه التيار. الأصابع راح تنقبض على المسلك، هسه مثل هذا القلم، هذا القلم هو تيار، هنا قطب
نورث شمال وهنا قطب جنوب. الإبهام راح يصير على النورث. لفت الأصابع راح يصير على القلم يعني السلك على السلك. لفت الأصابع راح يصير من الأعلى. إذا اتجاه التيار وين؟ في الأعلى. إذا اتجاه التيار في الأعلى. اتجاه التيار. حددنا اتجاه التيار. اتجاه التيار. هذا اتجاه التيار يمر به السلك. إذا حددنا اتجاه التيار حسب قاعدة الكف اليمنى. نجي على النقطة الثانية. هنا ابتعاد مطيك نورث وساوتش. يا الأقرب ساوتش. نكتب هنا ساوتش. يا الأبعد النورث الشمال. حسب قاعدة الكف اليمنى. الإبهام يشير إلى النورث. هذا القلم. هنا النورث وهنا الساوتش. الإبهام يشير إلى النورث. هذا الإبهام يشير إلى النورث. ولفت الأصابع تشير من إلى المجال عفوا لاتجاه التيار. لو تلاحظ القلم هنا وهذا النورث لفت الأصابع تشير إلى الأسفل. لو تلاحظ لفت الأصابع تشير إلى الأسفل. إذا اتجاه التيار وين؟ نحو الأسفل. اتجاه التيار نحو الأسفل. هذا اتجاه التيار. اتجاه التيار نحو الأسفل. أنا خاف تجيب مثال مثلا أقول لك باستخدام قاعدة أو قانون نونز حدد اتجاه التيار. هاي اتجاه التيار وضحنا تفصيل. مثلا استخدمنا قاعدة أو قانون فرداي قوة دافع كهربائية عدد لفات الطين N. هسه راح يعطينا طول سلك. يعني احنا موضوعنا على التيار المحدث راح يعطينا طول سلك. إذا اعطانا طول سلك وطلب قوة دافع المحدثة راح يصير قانون فيليب FLB فيليب ساين ثيتا. فيليب ساين ثيتا هذا قانون حصل فيليب ساين ثيتا. ليش؟ لأن ال L يمثل اللونغث يمثل اللونغث هو الطول أو طول السلك. يمثل اللونغث طول السلك. إذا طالنا N نستخدم هذا القانون سالب N دلتا Y على دلتا T. أوكي حسب المعطيات طالنا N نستخدم هذا القانون هو نفس المطلب بس هو المعطى مختلف. ال N نستخدم هذا القانون سالب N دلتا Y على دلتا T. طالنا L نستخدم هذا القانون فيليب ساين ثيتا. فيليب ساين ثيتا. أوكي نخاف يعطيك اشتقاق قال لك بروف اثبت او اشتق عفوا اي فيليب ساين ثيتا. يعني شو صار هذا القانون؟ اول نقطه احنا خذينا من المحاضره الاولى ايش قلنا؟ قلنا القوه القوه المغناطيسيه قانونها شنو قانونها؟ الشحنه في السرعه في المجال المغناطيسي كيو في بي. هذا خذناه انا بالبدايه. هسه شنو هو الورك الشغل؟ شو يقول قانونه؟ يقول القوه في طول السلك في L F في L. أوكي ووك يساوينا F في L. أنا أريد أن ال F على متساوي المعادلة الأولى على المعادلة الأولى. الفورس القوة راح يساوينا وين مجهول بالمقام؟ إذن ووك على L هاي معادلة رقم 2. القوة الأولى تساوي القوة الثانية. إذن ال Q في B يساوينا W work على L. أوكي أنا أريد أن الورك الورك يساوي نحصل عملية ضرب يعني Q في P L Q في P L هاي الورك. أوكي ال E القوة الدافعة الكهربائية إيش يساوي إنه الشغل على الشحنة حيث إنه الورك الشغل عندي Q في P L على Q الشحنة. وهي الشحنة تختصر إذن القوة الدافعة الكهربائية المحدثة يساوي لنا فيليب نفسه قانون هذا. أوكي هذا إثبات القانون. هسه ناخذ عليه مثال. ناخذ هذا المثال يقول لك 0.20 ملي لينكث مطيك الطول 0.20 ومطيك السبيد السرعة 5 ملي على سكن. نعطيك الزاوية 140 درجة. نعطيك المجال المغناطيسي قد 0.4 وطالب what is the magnitude محصلة and direction واتجاه ال undirected EMV يعني المحصلة باتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحدثة. طبق القانون حسب المعطيات انتبه ونحدد الاتجاه. مطيني ال L قد
0.20 كاتب length. length معناه طول، على مود تعرفه هذا مو لفات، مو عدد لفات، اوكي طول. ونعطيني السبيد السرعة، جيت 5 متر على ثانية. ونعطيني الزاوية ثيتا 140 درجة، والمجال المغناطيسي معطيني 0.4 تسلا، وطالب الـ EMV أو الـ E نفس الشيء، أريدها مقدار واتجاه، أريد مقدار واتجاه، أوكي؟ إحنا نعرف أن الـ EMV هي معاكسة حتى إشارة السالب، لكن نشوف قانون يقول E يساوينا فيليب ساين ثيتا. ليش اختارين هذا القانون؟ ليش ما اختارين هذا القانون؟ الـ E يساوينا سالب N دلتا Y على دلتا T حسب المعطيات، إنه ما مطيق عدد لفات، مطيق طول، فنستخدم هذا القانون. السرعة جاي مطيني إياها 5، في الطول جاي مطيني إياها 0.20، أوكي؟ البيج جاي مطيني إياها 0.4، في ساين، الزاوية جاي مطيني إياها 140 درجة، 140 درجة، اللي هي يساوينا نضرب 5 في 0.20 في 0.4 في ساين 140، ساين 140 في الحاسبة على مود تعرفها هي تطلع ساين 140 0.64 في الحاسبة 0.64، تضربها مع 0.4 0.20 في 5 يطلع لك 0.257 وحدة قياس فولت، وحدة قياس شنو؟ فولت. هسه اريد الاتجاه، نعطيني رسم، من خلال الرسم نعرف الاتجاه. لو تلاحظ ان القطب النورث اعلى مطينيا والساوث اسفل ومطين السرعة، احنا حسب قاعدة لينز قاعدة كفر اليمنى الابهام يشير ان من هسه هذا افترضه نورث وساوث، وقاعدة الكف اليمنى الابهام يشير المن الى النورث، فحصير المن للاسفل. تلاحظ الاشارة ما تكسرت للاسفل، يعني هذا هيك راح يلزم الاسفل، يعني مو هيك الاشارة، اشارة هيك اعلى، وهنا اشارة، اذا اشارة للاسفل، اذا اتجاه نحو الاسفل، اذا لما طول القطبية معاكسة فتكون الاشارة سالبة، الاشارة سالبة، اذا الاي اي يساوي 0.280 اشارة سالبة، الى المعاكسة للحركة.